مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد حول إدارة المواقع الإلكترونية من خلال لوحة تحكم سيبانل. بداية أود منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد، وكما تعلمون أنا أقوم برفع الفيديوهات كل يوم أحد وثلاثاء، فأتمنى منكم المتابعة. وإذا كان لديكم أي سؤال أتمنى وضعه في خانة التعليقات، سأقوم بالإجابة عليه فورا. أما الآن لنبدأ بدرسنا اليوم. اليوم درسنا حول كيفية عرض محتويات ملف من خلال لوحة تحكم سيبانل ومن خلال صفحة إدارة الملفات. بداية أنا قمت بالدخول إلى لوحة تحكم سيبانل إلى الحساب الخاص في سيبانل، وثم ظهرت لي هذه الشاشة الرئيسية. ضغطت على خيار إدارة الملفات، ثم توجهت أو قام بتوجيهي إلى لصفحة إدارة الملفات. الآن هذا هو موقعي، أنا أستخدم ووردبريس في هذا الموقع، وهذه هي الملفات. وأريد الآن مثلا أن أقوم بعرض محتويات هذا الملف. ماذا سأفعل؟ بداية سأقوم بتحديد هذا الملف، إلغاء التحديد، أنا أريد تحديده. إذا أردت إلغاء تحديد أي ملف سأضغط على إلغاء التحديد، لكن الآن سأحدده ثم أضغط على خيار عرض. سيقوم بتوجيهي إلى صفحة أخرى وهي محتويات هذا الملف، فاسم هذا الملف comments.php، وهذه هي محتويات هذا الملف من الأكواد البرمجية. إذا حاولت تعديل أي شيء في هذا الملف لن أستطيع، فخيار عرض فقط لعرض محتويات الملف وليس لي تعديل الملف. إذا أردت تعديل الملف فما علي سوى تحديده، فهو محدد الآن، والضغط على خيار محرر التعليمات البرمجية. محرر التعليمات البرمجية سأقوم بالضغط على هذا الخيار، وسيظهر لي مربع حوار يقول لي بداية قم بالنسخ الاحتياط الملف الأصلي. طبعا هذا شيء مهم جدا، هذا شيء يجب أي إنسان أي مدير موقع أن يقوم به. عند تعديلك لأي ملف أي ملف في موقعك الإلكتروني قم بالنسخ الاحتياطي. وماذا يعني النسخ الاحتياطي؟ بكل بساطة يعني أن تقوم بنسخ هذا الملف إلى جهازك الحاسوب أو إلى مجلد آخر، أو نسخه إلى مكان آمن، بحيث إذا قمت أنت بالتعديل على هذا الملف وكان تعديلك خاطئ فبكل بساطة تقوم بإرجاع الملف الأصلي، وكل الأمور ستسري على وستجري على ما يرام. فبداية نقوم بالنسخ الاحتياطي. دعونا نقوم بالنسخ الاحتياطي. كيف نقوم بالنسخ الاحتياطي؟ نقوم بتحديد الملف كما هو محدد، ونقوم على نضغط على زر تنزيل. طبعا أنا الآن أستخدم فايرفوكس ومتصفح فايرفوكس، وقال لي هل تريد حفظ هذا الملف؟ نعم أريد حفظه. الآن أريد التعديل عليه. الآن لدي نسخة من الملف على جهاز الحاسوب، وأنا أريد الآن التعديل على هذا الملف، ليس لدي مشكلة. إذا حصلت مرة أخرى إذا حصلت أي مشكلة سأقوم بإرجاع الملف الأصلي وكل شيء سيجري على ما يرام. سأقوم بتحديد الملف، هو محدد، وأضغط على محرر التعليمات البرمجية. سيظهر لي مربع الحوار مرة أخرى ويقول لي قم بالنسخ الاحتياطي. نعم قمت بالنسخ الاحتياطي. تأكد أنك تستخدم ترميز UTF-8 ثم اضغط على أو UTF-8 ثم اضغط على تحرير. هنا يظهر لك الملف الذي تريد أنت تحريره، الذي اخترته من هنا. هنا الملف، عنوان الملف الذي تريد تحريره، وهنا عنوان الترميز. طبعا يمكنك تغيير الترميز مرة أخرى، ولكن ابقي UTF-8. ثم يمكنك الآن التعديل، الكتابة والتعديل. طبعا أنا لا أريد التعديل، وبعد التعديل أو مثلا أريد إضافة جملة هنا. مثلا وأريد حفظ التغييرات، سيقول لي يتم عملية ناجحة. طبعا إذا ضغطت عليها مرة أخرى يقول لي لم تقم بأي تغييرات لحتى تقوم بحفظها. يمكنك بعد ذلك الإغلاق، أو يمكنك
تقول استخدام محرر النص. ماذا يعني هذا الخيار؟ إذا قمت بالضغط على استخدام محرر النص، فبكل بساطة سأدخل إلى تحرير هذا هذه التعليمات البرمجية أو الكود البرمجي، سأقوم بتعديله بشكل بسيط كأي ملف نصي. ولكن من الأفضل أن أستخدم محرر التعليمات البرمجية لكي يظهر لي رقم الصفوف التي رقم الصفوف كل تعليمة برمجية مع رقم الصف، وهذا يسهل علي تعديل الكود البرمجي. والمبرمجون يعرفون أن هذا اختيار محرر تعليمات برمجية هو أفضل وأسهل لهم. بعد حفظ التغييرات يمكنني الضغط على إغلاق، سيغلق وسأعود إلى النافذة الأصلية وهي نافذة إدارة الملف. طبعا هذا هو كل شيء لليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد. لا تنسوا الإعجاب في هذا الفيديو إذا وجدتموه قيم ومفيد لكم، ولا تنسوا التعليقات إذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار. دمتم بخير وأراكم لاحقا.